تداول نشطاء مقطعاً مصوراً لقائد عمليات البصرة ويسمى الفريق الركن قاسم نزال، هدد فيه المتظاهرين بحال لم يستحصلوا على موافقات رسمية لتظاهراتهم، فضلاً عن تهديد الصحفيين الذين يغطون تظاهرات المدينة المنكوبة، نافياً أن تكون هنالك تظاهرات عفوية في خطوة عدها المتظاهرون ونشطاء بأنها خطوة تصعيدية. التظاهرات مو عفوية، ماكو عفوية. التظاهرات تصير ضمن الدستور، يقدمون طلبات إلى رئيس مجلس المحافظة، المجلس رئيس اللجنة الأمنية العليا اللي هو محافظ البصرة، يقدمون له طلب والمسؤولين عن التظاهرة تحصل يعني الموافقة، بعدين المكان والزمان من قبل اللجنة الأمنية وتقوم المظاهرة. القطاعات الأمنية تتهيئ لغرض حماية التظاهرة حتى معلومة قبل يومين، نستعد للمكان. أما عفوية لا يجوز، هذا خارج الدستور وما نسمح بهذا الموضوع نهائيا. حتى الإعلامي إذا لزم بتظاهرة غير مرخصة، توقيف موجود إن شاء الله.